أولي إسبانيا مطعم متخصص بالأكل الإسباني التقليدي. ثلاث أشياء على الخفيف: كروكيتاس، شريم وأكتوبوس. لوبيان مع زيت زيتون مع ثوم، ولا أروع ولا أروع، مع شوية حر. هذا الشيء اللي ناطره أنا من زمان. أنت وين كنت من زمان؟ وينك من زمان؟ شباب الأخطبوط لما يكون معمول صح، مع شوية زيت زيتون تحته، بطاطا مع شوية سبايسز إسبانية، قوية كتير، هاي كتير قوية. هلا بلا شوكة وسكين، يعني قولوا لي شوكة وسكين. أولي إسبانيا، بتقولوا لي شو تحب ريال مدريد؟ صاحب المطعم قال إلا بده يدوقني الإسبانيش أومليت والسانجريا، شكلها من جوا كتير سوفت. البايا أكلة 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 ما بتتفوت. لازم لما تحطوها تعملوا هيك، تشيلوا الجنب. ليه؟ مشان الخبز الرز سوري اللي من تحت المحروق يطلع معكم. بتحطوهن هون تاخدوا النكهة كلها تبعتها. الشريم مع السمك مع الكالامار مع الرز مع الصوص اللي بيحطوها، وعنده سيكريت انجريدينت ما عم يبلل لي عليها صاحب المحل، مش طبيعي هذا الشيء. وين هيدي بايايا معموله حاطين فيها الحبر تبع الكالامار. الاكل مدرسي. حبر كالامار مع رز مع بايايا. أولي إسبانيا مطعم عنده أكل إسباني تقليدي تراديشنال، ولا أطيب من هيك. البايايا رائعة، الشريمف رائع، الأكتوبوس، الأومليت، كله كان رائع. الأكل المين إنجريدينتس بيجيبهم من إسبانيا، يعني عم تحكوا الرز السبايسز هذا كله عم يجي من إسبانيا، سو بتحسوا بطعم الإسباني 100%، ولا أطيب من هيك. أسعاره كتير مقبولة بالنسبة للأكل الإسباني، وهذا رائع جداً الأكل. تعالوا جربوه على كفاية، حتى تنبسطوا فيه كتير. محسوبكم سيرج، سلام.